أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. في الحقيقة اليوم عندنا مجاهر جديد، الأخ أحمد بنانا، هو من مصر، مصر الحبيبة. برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع بس إليه سبيلا. عندي مشكلة في الحقيقة بالدرجة. اليوم عندنا مجاهر جديد، الأخ أحمد. تمام، أنا آسف للعطل الفني. خلونا نرحب بالأخ أحمد. أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. أهلا أخ جون، أهلا بيك. أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ الحلقة، بس في عندي جتني عدة أسئلة بصراحة، إنه ليش ما بتسوي مناظرات مع المتدينين؟ يعني بصراحة خلي يجينا شيخ يناظرنا، ما في مشكلة، بس يكون شيء شوي منطقي. يعني انا شخصيا لا احبذ المناظرات نهائيا، ولكن اذا في شخص يناظر بمنطق اهلا وسهلا، يعني ليش لا؟ وبنتمنى يكون يعني متمكن حتى يجي يناظر، يعني ما بدنا يجينا واحد عامل حاله ما بيعرف شيء نهائيا حتى يناظرنا. فاذا في شخص من هالنوعيه اهلا. بعدين موضوع كتائم، يعني اشتموا كما اشتموا، الشتائم لن تزيدنا الله. الشتائم هي سلاح ضعيف، سلاح اللي ما عنده رقبة للأسف. خلينا نبلش أخي أحمد، بس هيك بطاقة تعريفية لو سمحت عن شخصك الكريم، تفضل. أنا اسمي أحمد فؤاد دنانة، مصري الأصل، أمريكي الجنسية، سني 41 سنة، أنا بقالي في أمريكا يمكن 22 سنة. اتولدت مسلم في أسرة مسلمة في مصر ومجتمع مسلم، وانا عمري ما فكرت ان انا اسال نفسي انا ليه مسلم، او هل ده اختياري، هل هو وراثه، لكن في احداث حصلت في حياتي خلتني ان انا ابتدي اسال واعرف، وساعد على ده كتير كمان ان انا وجودي في امريكا وتمتعي بالحريه وحريه الراي والعقيده والكلام ده كله. طبعا في مصر صعب جدا عليهم ان هم يشككوا او يسالوا. فبس ده انا. طيب، يعني كمان في شغله انا نسيت، اصدقائنا الاعزاء، يعني اليوم شوي الاستوديو عندي متغير، لانه عندي دينك، يعني انا الاستوديو عندي غرفه نومي، فغرفه النوم جيران تكون جنبي، لذلك انا نزلت على الصالون وما في شعار اجهر اليوم، فتعذرونا على المساله هي. اخي احمد، يعني تحدثنا شوي عن نشأتك الدينية والوسط الاجتماعي اللي تربيت فيه، خلينا نقول التدين مثلا، تفضل. انا كنت من اسره مصريه مسلمه، والدتي كنت دايما اشوفها تصلي، والدي ما كانش ريليجيوس قوي، ما كانش متدين قوي، يعني احيانا، بس والدتي من النوع المتدين. و الدين في مصر بيعلموه في المدارس، فكنا بنتعلم الدين الاسلامي في المدارس، من قران لاحاديث لسيره نبويه، فعندنا خلفيه كبيره وواسعه المصريين عن وانا متاكد برضو البلاد العربيه بتتبع نفس السيستم. يعني فالاذان بنسمعه 5 مرات بصوت عالي جدا، بيخش كل بيت وكل حجره، وليس لنا اختيار في هذا بل ان احنا نسمع. لكن عمري ما حاولت ان انا اسال، يعني انا كنت مع القطيع، يعني الدنيا ماشيه كده انا ماشي مع الخطيئه. طبعا الهجره لامريكا والحياه في امريكا نقطه تحول كبيره بالنسبه لي، وتحول في فكري كمان، بقيت فكري اتغير وبقيت افكر بطريقه مختلفه، وشعوري بالحريه يخليني ان انا اسال في اي شيء، حتى الدين ما اخافش ان انا اسال فيه، لان انا بتمتع بكامل حريتي هنا. فده انا يعني ببساطه يعني. تمام. خلينا اذا يعني نقول كيف بدات الشك، شو هي مراحل التفكير فيها يعني اليوم؟ اوكي. مراحل الشك. تفضل. تمام. مراحل الشك بدات يمكن من 3 سنين فاتوا، انا كنت عايش اياميها في او 4 سنين فاتوا، كنت عايش اياميها في نيويورك سيتي، مدينه نيويورك، وكان ليا واحد قريبي في نيويورك بوده يعني بزوره.
قريبي دوت ملحد، بس ملحد مش مجر يعني، لم يجر عن الحاده حتى الان يعني. فلما كنت اقعد معاه كانت احداث بقى الثوره في مصر، ومرسي مسك الحكم، والاخوان مسكوا في مصر الحكم، ونشوف في التلفزيون التظاهرات للاخوان، وكان الراجل اللي هو الثاني دوت اللي امه امريكيه دوت ابو اسماعيل، والناس بتوع ابو اسماعيل، وخيبر خيبر يا يهود، وهتافات وكراهيه شديده لليهود. فانا قلت انا بسال قريبي الملحد دوت اللي هو يخفي الحاد يعني، بس هو باين من كلامه يعني. قلت له والله يعني انت الناس دي جايه تحكمنا، ولا الناس دي جايه تدخل لنا حرب، ولا والناس دي ايه الكراهيه، كميه الكراهيه اللي فيها دي. قال لي لفت نظري بقى، لان امراض الامه بترجع للتراث الاسلامي وكتب كتب التراث الاسلامي وشخصيه محمد فيها الكلام ده، وهنخش في ده بالتفصيل فيما بعد يعني. فابتديت ان انا لا ده في حاجه غلط، ده انا لازم اعرف بقى الموضوع، الناس دي مالها كده، الناس دي ليه عنيفه كده. بس انا بدي ما اقطع، انا ما بحب اقطع ضيفي، بس بدي انا الشعور هذا لما اول مره مثلا يجي حدا ينتقد دينك، بس شو شعورك بعد اذنك؟ اول ما انا اتخضيت يعني. هو اول ما سمعت اول انتقاد من قريبي ده، انا قلت معقول يعني وات يعني، خد بالك. وبعدين لان قريبي دوت حصل على 3 ماجستير ويعني ومثقف جدا وسنه كبير يعني وحكيم يعني، فده خلاني ان انا يعني امتص الصدمه شويه عندي، لان مش معقول راجل بالعقليه ديت وبالذكاء وبالثقافه ديت هيقول اي كلام فارغ يعني، اكيد كلامه ده مبني على دلالات واساسات قويه يعني. وبعدين انا بقى لقيت الموضوع يستهويني بقى بعد كده، ابتديت ان انا ابحث بقى، وطبعا النت موجود، واقرا لده، واقرا النظريات العلميه، واقرا داروين بيقول ايه، واقرا البيج بانج بيقول ايه، واربط الاحداث ببعض، احداث تاريخيه في الغزوات الاسلاميه وقصه حياه محمد وكلام من ده، لقيت ان حاجات كتيره لازم ميك سنس، وان العلم بينسف الديانات الابراهيميه من اساسها يعني. لا انت لا تصدق العلم لا تصدق الدين، واللي يقول لك ان العلم يتفق مع الدين ده ما بيفهمش حاجه. ام سوري، العلم حاجه والدين حاجه يعني. انت لو هتصدق العلم وتصدق النظريات العلميه انت كده انت مش مؤمن، انت قصه الايمان دي انتهت، لان اتنسف خلق ادم وحواء، ده داروينيه نسفتها من اساسها، الداروينيه الانتخاب الطبيعي والاصطفاء الطبيعي والبقاء للاقوى. الدين ما بيقولش الكلام ده، الدين قال لك احنا جبناهم على اشكالهم ديت وكلهم كانت من التفاحه، فمش عارف ننزلهم الارض، الكلام ده غير منطقي وغير وارد بالمره يعني. طيب خلينا نقول كيف وصلت لمرحلة اليقين يعني، إذا مرحلة اليقين المراقبة. مرحلة اليقين جت، مرحلة اليقين بعدم وجود إله وإنكار الأديان الإبراهيمية كلها ما فيهم الإسلام، جت على مراحل أخي جان يعني. ما مش هقول لك أنا بين يوم وليلة قمت لقيت، لأن الموضوع ده انك توصل ان انت ملحد ده محتاج كم من القراءه، الموضوع مش سهل، انت تربيت طول عمرك على شيء معين واهلك قالوا لك ان ده الشيء الصح، فانت عشان توصل ان تنكر الكلام ده محتاج كميه من العلم والمعرفه والقراءه كبيره، ووقت، محتاج وقت. فالموضوع كان بالتدريج زي السلم يعني، مثلا ايه اشك، لا 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 انت غلطان، لا لا مش معقول، لا ده النبي محمد هو، انت هتكفر يا احمد، تخش جهنم، واقول لي اكلم نفسي كده حديث النفس ده، وبعدين ارجع طب ما تجرب تاني، طب ما تقرا، طب انت سمعت عن البيج بانج، طب اقرا البيج بانج بتقول ايه، طب ما قصه الخلق في القران بتنفيها البيج بانج، يبقى انا طب مين اللي صح، طب هل علم فيزياء الكم غلط ومحمد هو اللي صح ولا، فجت كده لغايه لما توصلت قلت يعني الموضوع ده بقى ومش مظبوط، واخد بالك. وبعدين لقيت ان داعش اللي هي دايره تقتل في الناس الايام دي، الناس دي لو تبص لتصرفاتهم، الناس دي بتطبق القرآن والسنة بحذافيرها، واللي يقول لك ان داعش دول مش مسلمين ده ما بيفهمش حاجة، ازاي مش مسلمين؟ ما ترجع لمحمد كان بيعمل ايه؟ اقول لك انا كان بيعمل ايه؟ محمد بعد ما فتح مكة كان في شاعر اسمه ابي خطل، وكان عنده جريتين، تمام؟ وكل اللي كان بيعمله الرجل ده هو والجريتين بتوعه ان هو بيقول شعر سواء رثاء او هجاء، فلما فقال 200 شعر في محمد قال لهم اقتلوه حتى لو تعلق باسطر الكعبه. طب وهي دي ده مفهوم العداله في الاسلام؟
يعني انا عايز افهم هل ده مفهوم العداله في الاسلام؟ واحد يقول فين بتنشأ تروح باعت ناس تقتله لو تعلق باستار الكعبه، يعني هو بيحتمي بالمقدسات برضه قتلوه، فعلا قتلوه على هذا الوضع. جاريته ابو خطب قتلوه برضه في بيت هجان. بلاش دي حديث كل على فكره، انا عارف ان في ناس بتسمعني، كل الكلام اللي بقوله مش جايبه من عندي، الكلام ده في كتب التراث عندكم، اللي كذبني يفتح كتب التراث ويبص فيها، انا ما بجيبش كلام من عندي، وانا ما بهاجمش حد ولا بكره حد ولا هغلط في حد، انا بجيب من كتبكم كتب التراث دي اهي وبلخص وبحكي لكم اللي فيها. فانا لا طالع اشتم في حد ولا طالع اشتم في النبي ولا عندي عداء مع حد، انا بجيب من الكتاب بتاعكم وبقول لكم اللي فيه، لان انتم ما بتقروش وانتم ما بتعرفوش ومش عايزين، انتوا قافلينها ومش عايزين تفتحوها وتقروا وتفهموا اللي موجود. فانيوي حادثه من الحوادث الثانيه، النبي محمد راح يصلي في الجامع. اخي احمد قبل ما ندخل موضوع السيره راح ندخل وتحكي قلبك كله، بس في عندي سؤال واحد بقيان. اتفضل. انت حاولت تعلن الحادك، واذا حاولت كيف كانت وكيف كانت ردة فعل الناس اللي حواليك؟ تفضل. هقول لحضرتك على اعلان الحادي ده ازاي، يعني جه موقف طريف شويه. انا ما كنتش ناوي اعلن ولا حاجه، ليه يعني؟ عامل حساب برضو ان انا لو رحت يوم مصر ولا ده معنى انا ما بنزلش ومش عايز انزل، بس قلت يعني ايه يو نيفر نو زي ما بيقولوا، يعني خد بالك خليها كده بينك وبين نفسك وخلاص. جت في ضربوا سوريا ضرب جامد جدا وشيروا صور لاطفال عباره عن بيسز مان، عارف اسوره جاد بيسز مان، يعني دراع ورجل ورقبه، مناظر بشعه بشعه، المناظر تاذيت ليها جدا، مناظر اطفال مان، انتوا كنتوا اباوت كيدز 4 ييرز اولد والكلام ده كده. فبعدين الكلام ده كان متشير على فيسبوك، فانا تعليقي كان على الفيسبوك ان يعني لو في ربنا، خرجت بقى عن شعوري، لو في ربنا ازاي يرضى بان الاطفال دي تموت؟ يعني اين رحمه الاله من اطفال سوريا؟ اين الرحمه؟ ماذا فعلوا الاطفال دي عملت ايه علشان تتذبح بالطريقه دي؟ يردوا رد عليا صديق من مصر، قال لي انت ما دام بتقول كده يبقى انت ملحد. قلت له اقول لك على حاجه، ايوه انا ملحد، انا لو شفتك في مصر هعمل فيك واسع. قلت له اعمل اللي انت عايز تعمله اعمله، وايوه انا ملحد والكلام ده غير منطقي، ولو في اله مستحيل يوافق ان الاطفال دي تتعذب بالشكل ده تتذبح بالشكل ده. ومن هنا بقى جت على الفيسبوك بقى ان احمد دنان الحد، لكن انا ملحد قبل كده من 3 سنين ولا حاجه، بس هي ظهرت اتعصبت لما شفت المشاهد الفظيعه ديت وطلعت مني بقى وخلاص بقى، وطلعت انا مش عيل صغير بقى خلاص، انا كده بعلنها واللي ليه حاجه يوريني يعمل ايه واللي ياخدها. بالضبط، يعني انا احييك واحيي شجاعتك اخي احمد. يعني مساله الاطفال، انا شخصيا يعني اخو زوج اختي عنده 5 اطفال كان، فبرميل متفجر للاسف بقي منهم طفل بدون زراع، يعني من الخمس اطفال بقي له طفل بدون زراع للاسف يعني. فالضوء يعني بيحس فيه لازم يسال هالاله هذا العادل اللي يسموه عادل للاسف، وهذا الاله الوحيد اللي ذبحونا فيه ذبحونا وقتلونا وشردونا بقذر للاسف. اخي احمد خلينا ندخل بموضوعنا مباشره. تمام. يا ريت تحدثنا عن ولاده الاعجازيه التي تشمل هذا الجزء، ولاده المسيح والاحداث الغريبه التي لاحظتها كرؤيه امه لنور يضيء السماوات والارض، رؤيه اليهود لنجم. طيب وقبل ما نحكي مع الحديث مع الولاد لنا من حديث عن قصة أبرهة الحبشي ومحاولة هدم الكعبة لأن محمد ولد بعام الفيل وقصة أبرهة الحبشي الحقيقية، تفضل إذا سمحت. تمام. طبعا كل المسلمين والعرب عارفين أن محمد نبي محمد، أنا أحب يعني أحط الأمور في موضعها، هم بيعتبروه نبي فأنا هقول النبي محمد. ولد يتيم الأب من أمه آمنة بنت وهب. والحقيقة الموضوع ده فيه لغز عظيم جدا، لغز يعني محير جدا. إيه هو؟
فور ولادة محمد، يمكن أسبوعين أو ثلاثة بعد ولادة محمد، بعتته أمه لبني سعد علشان الرضاعة وعلشان يتعلم اللغة العربية على أصولها، مع أن قريش دي أصل اللغة العربية، لأن قريش دي جت من اليمن أساسا، وهم اللي طرقوا حاجة اسمها لغة عربية. يعني مش معقول أن بني سعد دول بيتكلموا العربية أحسن من قريش، بس ما علينا. بعتته، مع أن ده أمر صعب جدا على نفسية أم الأم، أو 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 غريزة الأمومة قوية بشكل رهيب، تقدر تاخد رضيع من أمه، ده تموت قبل ما تاخده منه، ومع ذلك بعتته إلى بني سعد. والأغرب من كده يا صديقي إن هو لما رجع بعد سنتين لأمه رجعته ليهم تاني، واخد بال حضرتك؟ ففي لغز ورا الموضوع ده. يعني تفكر كده، طب ليه؟ طب أنت دلوقتي ست أرملة وما طلعتيش من الدنيا إلا بابنك محمد، ومالكيش زوج، تفرطي في محمد كده؟ وبعدين لما رجعته تاني بعد ما كان يعني متفطم ورجع لها ورجعته تاني، بيقولوا بقى ايه بقى في الشيوخ الاسلام، يقول لك ايه ده، هي رجعته تاني علشان ام اللي كانت حليمه اللي كانت بترضعه قالت ان هو كان بركه في البيت. طب انت مش عايزه بركه؟ يعني مش ده ابنك وانت تاخدي بركته، ولا انت هتودي البركه بره؟ فيعني لغز لغز غريب محير بالنسبه لولاده محمد. طبعا قالوا طبعا سيرة ابن إسحاق، وانت عارف طبعا ان سيرة ابن إسحاق اول سيرة كتبت 60 سنة بعد وفاة طبعاً محمد طبعاً. وما بين وفاة محمد وسيرة ابن إسحاق مفيش اي دليل على وجود محمد، لدرجة ان في مستشرقين، علماء مستشرقين في الدين الاسلامي، بيكذبوا وجود الشخصية وبيقولوا ان الناس الامويين لما جم هم اللي اختلوا شخصية محمد. بس انا شخصيا بقول ان ده مش ممكن. ليه؟ لان محمد في سيرته وفي القرآن موجود في اكتر من موضع، يعني في احداث كتيرة، الاحداث الكتيرة دي تأكد ان وجود الشخصية، هي الشخصية كانت موجودة، بعض الاحداث حقيقية وبعض الاحداث مختلطة. مثلا موضوع ان هي شافت نور والنور ده خلاها تشوف الشام اللي هي قصور بصرة في الشام، ده شيء مش منطقي والعلم ما يتفقش عليه. مش معنى ان الناس بلغتنا حاجة زي كده ان احنا نصدقها، انا بصدق الامور التي تخضع للتجربه العلميه، التجربه والمشاهده والاستنتاج، غير كده انا ما بصدقش. فمش معنى ان يجي شيخ او يجي واحد بيكتب السيره او بيعدل السيره اتغيرت، جه بعد اسحاق ابن ابي هشام دوت وراح متشال حاجات وعمل حاجات، فيعني انت عايزني اصدق ايه؟ فكلام غير منطقي. قرب نور وشافت قصور بصره في الشام، وايه ده بعد ده، هي كانت في بلد اسمها عسفان ولدت فيها محمد، ومسافة ما بين عسفان وما بين قصور بصرة في الشام 1200 كيلومتر، يعني كمان مان، يعني انت واخد بال حضرتك؟ فكله كلام اسطوري. يعني طبعا السيرة النبوية لما كتبت عايزة تمجد والدة محمد وتمجد ولادة محمد وتحط محمد في صورة من الصور زي ولادة المسيح وولادة بوذا والحاجات دي. فطبعا عشان يعني البهارات بتاعة الطبخة، يعني عشان اديك المنظر، ده رسول، ده نبي، يعني بالضبط. في عالم دراسات اسلامية الماني اسمه تالمن ناجو بيقول ان محمد ما اتولدش في مكة، بيقول ان محمد اساسا اتولد في عسفان في الابواء في السعوديه، ودي ما بين مكه والمدينه. والراي ده ميك سنس. ليه؟ لان امنه بنت وهب لما ماتت واتدفنت في الابواء، فهي بلدها، يعني مخبر حضرتك. فموضوع ان هو اتولد في مكه ده انا مش مصدقه. وبعدين اقول لك على حاجه، تعالى هقول لك حاجه بسيطه جدا. انزل مكه واسال اهل مكه فين بيت محمد اللي اتولد فيه، فين البيت اللي محمد اتولد فيه، أراهنك لو واحد جه قال لك بيت محمد اهو. لكن لو سالتهم فين بيت عمر، فين بيت علي، هيشاوروا لك عائشه كانت اتجوزت، هيقول لك بيت اهو. انت واخد بال حضرتك؟ يعني موجوده الاثارات دي لغايه دلوقتي، لكن فين البيت اللي اتولد فيه محمد ده مش موجود. فده ياكد كلام العالم الالماني او الباحث الالماني المستشرق، يعني الناس. طبعا قالوا المؤرخين ان محمد يوم ميلاده اهتز ايوان كسرى وكل الكلام دوت. وابن إسحاق كتب أول سيرة عن ميلاده،
في نفس المقام والمستوى بتاع ميلاد المسيح وبوزة والطبع الأسطوري الرهيب. نيجي بقى لقصة إبراء الحبشي. طبعا هي غير منطقية بالمرة لأسباب عديدة. ليه 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 قصة إبراء الحبشي غير منطقية؟ إبراء الحبشي محمد اتولد سنة 570 أو 571، بخبر حضرتك. وإبراها كان موجود سنة 535، وتوفى سنة 535 إبراها الحبشي. فازاي هيتولد يعني ازاي محمد اتولد في عام الفيل؟ ده كلام غير منطقي. وبعدين في حاجه ثانيه حقيقه علميه ممكن اي حد يبحث عنها في جوجل. الفيل، مخلوق الفيل او كائن الفيل ده بياكل كل كام ساعه؟ 16 ساعه تقريبا، 15 ساعه، وبياكل كميه كبيره جدا من الطعام والميه. يعني مش عارف 35 جالون ميه تقريبا، 35 جالون ميه ل 50 جالون ميه بيشربهم الفيل في اليوم. ازاي الفيل هيسافر مسافه 800 كيلو متر من صنعاء لمكه عشان يهدم الكعبه؟ وبعدين اقاويل كتيره، واحد يطلع يقول لك ده كان فيل واحد بس الجيش كان 100,000، واحد يقول لك ده كانوا 7 افيال، واحد يقول لك ده كان 5 افيال. يعني كمان مان. وبعدين حته الفيل دي تنس في الموضوع، لان الفيل ما يقدرش يعمل المشوار ده. يعني بياكل خمس وزنه وبيهضم 40% من اللي كاله لانه ده حجمه كبير جدا. هتوفر له ازاي الاكل والميه في 800 كيلو صحراء؟ يعني هيقول لك معجزات برضو تاني، وكل ما يتزن يقول لك المعجزات. ففكره الفيل دي مش تنس في الموضوع من اساسه، مش الموضوع ده مش حقيقي ومش صحيح. وبعدين بيقول لك ان بنى هناك في اليمن كنيسه وعايز الناس تحج لها. اذا كان المسيحيين اصلا ما عندهمش فكره الحج، المسيحيين عندهم فكره الزياره، يعني بيروحوا الكنيسه كزياره، مش عندهم زي المسلمين فكره الحج يروحوا يحجوا وبتاع. ده هو كمان موضوع ابراء الحبشي ده انا اعتقد ان هم عملوه علشان يحافظوا على البيزنس بتاعهم، وعلشان الكعبه دي كانت بتجيب لهم فلوس تمام، كذا ديانه جوه، وبيع اصنام وبيع تحف وبيع ده وبيع ده، تجاره شغاله وبزنس. لما يجي واحد يبني كنيسه ويدعو الناس تيجي ليها، طب ما طبعا ده يخوفه. ف دي من ضمن الحاجات. وبعدين برضو عايزين هم ايه السيره، برضو السيره النبويه اللي كتب السيره عايز يمجد عبد المطلب ويعمله ان هو هيرو ويعمله ان هو مؤمن. طب ازاي عبد المطلب مؤمن والاسلام اصلا لسه ما جاش؟ عبد المطلب كان وثني، عبد المطلب كان وثني، وكان مسمي ابنه اقول لك مسمي ابنه اسمه وثني، عبد العزة او شيء من عبد العزة او حاجه زي كده يعني. فالناس دي كانت وثنيه، انت جاي تقول ان ده كان مؤمن وكان بيحارب ابراها، وبعدين يروح يقول له اديني الخراف بتاعتي ولا المعيز بتاعتي، لكن البيت اللي ربه يحميه. يعني كلام كله غير منطقي، واخد بالك؟ يقول لك حكم ابراها الحبشي اليمن، كانت اليمن يحكمها ملك اسمه ذو النواس الاول، يهودي ذو النواس ده، ذبح في المسيحيين وقتلهم. قامت الامبراطوريه البيزنطيه شجعتهم، شجعت ابراها ده ان هو يروح يقتل ابو نواس دوت، ذو النواس ده قصدي. وهو بقى هناك بقى الناس خلته ملك لما خلصهم من ذو النواس، واخد بالك؟ انما الموضوع ملوش علاقه بسنه ميلاد محمد. ده بالاضافه لان اليمن من سنة 525 إلى سنة 553، ده من 525 ل 553 ميلادية، ده كان الفترة اللي كان فيها إيه؟ اللي كان فيها إبراها في اليمن. وبعدين مات سنة 553، يبقى إزاي؟ ومحمد سنة 571، يبقى إزاي عامل فيل؟ مش جاية خالص. ولم يذكر المؤخرين ولا المؤرخين ولا حرف واحد عن قصة الفيل، يعني قصة الفيل دي عند العرب دول بس، إنما المؤرخين مفيش، محدش جاب القصة دي خالص. مجرد قصه اسطوريه لرفع شان ميلاد محمد بس، ده كل الفكره. يعني للاسف نحن تاريخنا كله قيل وقال، وعن فلان وعن علان وعن عن يعني الحديث الغير منطقي اصلا. يعني تاريخ كامل، تاريخ واحد اي شخص ممكن يضيف اي كلمه اياها، قال وقلنا وقال وقول وقال. للاسف طبعا يا باشا، ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. سيره ابن اسحاق دي جه واحد بعديه اسمه الكتاني باين وعدلها،
وبعد كده جبني هشام شال منها حاجات، يعني مثلا ايه الايه اللي هي بيسموها الايات الشيطانيه في القران، اللي هي لما راح الطائف وزقلوه بالطوب وبعد رجع من الطائف طبعا حاسس بالمهانه وبالذل وكده، فراح مديله واحد ايه. ما هو بص، هي الايات انعكاس لنفسيه محمد، الحاجات اللي بتحصل له يعني هو بيعكس اللي جواه بيطلعه في صوره الايات ديت اللي بيقولها، لما يقول لك مثلا ايه ونفر من الجن استمعوا ان سمعنا قرانا عجبا، الايه انا مش حافظ نص الايه تحديدا بس اكيد معروفه للجميع يعني. طبعا جن ايه يا عم اللي هيسمع الايات بتاعتك، انت رحت الطائف وما رضوش يسمعوا لك وبعد كده جاي تقول. طبعا هو بينفذ بقى اللي جواه، ما هو عايز حد يسمعه، ما قريش رافضه تسمعه، الطائف راح رفضت تسمعه، فبعدين قال لك بقى خلاص بقى الجن هم اللي سموني وامنوا بيا، فكلام طبعا كلام مش مظبوط يعني، كلام مش مظبوط خالص. طيب اخي احمد خلينا ننتقل على طفولة محمد يعني، والبيئة اللي تربى فيها، ووضع الأديان، وضع المرأة، ودور الكعبة التجاري والديني بهذاك الوقت. يعني ناخذ هالثلاث نقاط خلينا نقول، يعني طفولة محمد وأوقات طفولة محمد، وضع الأديان والمرأة، ودور الكعبة التجاري والديني بهذاك الوقت. تفضل. طفولة محمد طفولة بائسة. ليه؟ يتم الاب ويتم الام وعمه اللي كان بيربيه، فاتحرم من طفولته هو. انا يعني انا لما بقرا عن 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 عن, عن حياته وعن طفولته انا بيصعب علي، انا يعني كانت طفوله قاسيه جدا. وبعدين المجتمع الصحراوي ده والمجتمع البدوي ده مجتمع قاسي بطبعه، يعني الميه بحساب، الاكل بحساب، يعني مجتمع قاسي، الاطفال بتلعب وهو بيرعى الغنم، فده اثر في شخصيته تاخد بالك. وبعدين المرأة زي ما انت بتقولي المرأة كانت عاملة ازاي؟ لا كان في كانت المرأة ليها دور، اكيد كان المرأة ليها دور. هو لما 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 الاسلام جه وبعد فتح مكة حط المرأة في 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 في, في المقاس ده، لان هو عنده مشاكل مع المرأة اساسا، لان لفظ امه ليه ولما رجعته ليها بعد ما كان عنده 4 سنين وماتت وهو عنده ماتت وهو عنده 6 سنين انا اسف، هو دايما حاسس بان هي يعني زعلان منها، هو زعلان من امه جدا، بدليل ان هو بعد فتح مكه لما راح قبرها، القبر اللي هي فيه يعني، وقال انا سالت ربنا ان هو يغفر لك فلم يستجب. يعني هو عايز يعاقب المراه وعايز يتحكم في المراه وعايز المراه دي تبقى تحت طوعه يعني، وتحت بدليل ان هي اول ما اتجوز ست قد امه عشان تعوضه الام، وعلشان محروم من الحاجة دي. وبعد ما ماتت خديجة اتجوز عائشة عندها 9 سنين برضو طفلة، بقى يجيب اللعب ويجيب لها اصحابها يلعبوا ويقعد يتفرج عليهم، لان هو محروم من الطفولة، محروم من اللي من اللي من اللي من من ما عادش طفولته، ما اتحرم منها مسكين، انت واخد بالك. فده طبعا حاجات اثرت في شخصيته جامد، وده اللي خلته يحط المرأة في الكاتيجوري ده، ان هي لازم ان هي عوره، وان لو عدت من قدامك تفصل الصلاه، وان هي نقصت عقل ودين، وان الراجل مثل حظ الانثيين، وكل الكلام اللي احنا نعرفه عن المراه ان هو اقل درجه من الرجل، لان هو عنده مشكله معاها من البدايه من طفولته، تاخد بال حضرتك. ف معلش ذكرني كمان ببقيه السؤال. خلينا نقول دور الكعبه التجاري والديني يعني بهذاك الوقت بالضبط بطفوله محمد. دور الكعبة مكة كانت أياميها بمكة طبعا، الكعبة الكعبة كانت بمكة مكة بالضبط. مكة أياميها كانت عاملة زي مدينة نيويورك كده، مدينة تجارية غنية فيها تجار وفيها تجارة وفيها حركة وفيها كل الأديان، يعني الكعبة دي بتخشها تلاقي مثلا في مقدسات جوه مثلا صورة للمسيح، تلاقي يعني كل أنواع الأديان، وبيجوا يحجوا لها من كل أنحاء العالم، من كل أنحاء بقاع الأرض اللي فيها ناس مؤمنة يعني، وبيروح. فده بيجيب لهم فلوس يعني، بالنسبة لهم موضوع مهم جدا، أنت بتتكلم في لقمة عيش يعني، أخبر حضرتك. بس ده اللي انا عايز اقوله عن طفولته، ان هي ما عاشت طفولته وكانت طفوله قاسيه جدا، والمجتمع الصحراوي البدوي اللي هو كان فيه اثر في شخصيته جدا جدا جدا، واخد بالك، وخلاه عنيف كمان يعني. هو على قد ما فيه، انا مش بقول ان هو كله وحش، لا هو فيه نقاط كويسه. هو انا بتعامل مع شخصيه محمد على انه انسان،
هم يعني برفع عنه القدسية وبتعامل على انه بشر انسان، وهو قال انا بشر يعني. هم كانوا كله ما يسألوه عن معجزة يقول لهم ما انا الا بشر رسولا، يعني انا بشر يعني، فانا بتعامل معاك كشخصية تاريخية على الورق كبشر، واخد بال حضرتك؟ ف كل سيرته بتقول ان هو بسبب حرمانه من الام والاب واليتم، وان هو زعلان من امه جدا اللي تركته، ده اللي كون شخصيته فيما بعد وخلاه عنده النرجسية وال ما عندوش حتة ان هو يترسم سمباري يعني، لا يثق في احد ولا يثق في الناس يعني، بقى يجمع المسلمين 5 مرات يصلوا عشان يضمن ان الناس دي تفضل، محدش يقول عليه كلمة كده ولا حد يرجع للاسلام ولا حد، يعني متوجس ومتخوف، ده كله بسبب فقدان الام يعني، كل ده بسبب فقدان الام، واخد بال حضرتك؟ بالضبط. ده بالنسبه لطفولته. بالضبط. يعني انا اللي بعرفه انه محمد حسب المفتي جمهوريه مصر يعني بقي ببطن امه 4 سنين، يعني الخرافات هاي، هو اصلا بمكه وعن قريش مشكوك بنسبه، لذلك كان على طول. انت تطرقت لنقطه انا يعني ما كنت انا مش عايزين الناس تفهم ان احنا طالعين نشتم فيه، او ان احنا الموضوع النسب ده انا بدام انت ذكرته انا يعني قريت عنه ولخصت عنه 2 سطرين كده، يا ريت. اتفضل. تمام. بس احنا برضو بنأكد يا جماعه، احنا ما بنشتمش حد وما بنشتمش النبي وما بنشتمكوش وما بنغلطش في حد، ومش ده هدفنا. كل المعلومات اللي احنا بنقولها دي من كتب التراث، نحن نقرا الكتب الموجوده، الكتب الاسلاميه يعني، ما عم نجيب كتب مسيحيه ولا كتب سماويه. اشكرك. بوزيع نقرا كتب اسلاميه، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سيره ابن هشام، سيره اسحاق هذا البطيخي، وهالبهاليل يعني. بالضبط بالضبط. هم فعلا شكوا في نسبه. انا الكلام في ذهني فمش محتاج اقرا. هم شكوا في نسبه قريش، والسبب ان بيقولوا مشايخ الاسلام ان ابو محمد تزوج من امنه 3 شهور وبعد كده توفى. بس كتب التراث بتقول، بالذات في الطبري، لو تعرف الطبري، بتقول ان هو تزوجها، وبعد ما تزوجها ذهب لرحله تجاريه الى الشام، وبعدين وهو في طريقه للعوده من الرحله التجاريه الى الشام تعيه، فراح لقرايبه في بني النجار فمات هناك. الموضوع ده كله يستغرق 6 شهور مثلا مينيموم، المسافة دي رايح جاي وتجارة ومرض وروح عند قرايبه في بني النجار، ف الكالكوليشن الحسابات مش منطقية. وبعدين بيقول لك ان يعني محمد اتولد بعد 4 سنين من وفاة والده، وجم بعد فقهاء الاسلام والمشايخ يقولوا الست ممكن تحمل في عيل لمده 4 سنين، فكلام عن كلام غير منطقي. فاحنا ما بنشككش في نسبه، احنا بنقرا اللي في الكتب، بنكرر احنا بنقرا اللي في الكتب، احنا لا نشكك في نسب النبي. فدي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع ان هو لما كان عايز يتجوز بنت عمه ابو طالب، وبعدين رفض عمه وجوزها لواحد اللي هو اسمه هبيشة باين ولا، فقال له يا عمي تزوج هبيشة وما تجوزنيش، قال له الكريم للكريم. فدي برضو موضوع يخليك طب تشك ايه الحكاية يعني، طب عمه ليه مش جوزوش بنته وجوزها لواحد غريب مع انه كان عايزها؟ طب برضو ده في كتب التراث، ما تجيبش حاجة من عندنا. طب الله. وبعدين موضوع احساسه بان هو منبوز من قريش، وان هو مش ودايما يتكلم في اياته القرانيه عن نسبه، وان هو من 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 من, من اطهر رحم، وان هو من دايما يذكرها. طب يا عم هو حد كان سالك يا عم انت نسبك صحيح ولا مش صحيح؟ ما حدش جاب السيره، ده انت اللي بتتكلم. طب انت ليه تذكر الموضوع ده كتير؟ ما حدش اصلا جاب سيرته. فدي برضو من احد الاسباب اللي عملت عقده نفسيه عنده، موضوع تشكيك نسبه دوت، ورفض قريش ليه، ورفض قريش لنسبه، واخد بالك؟ النبذه دي هي من احد اسباب المرض النفسي ده اللي كان بيعاني منه. ف دي معلوماتي عن موضوع تشكيك قريش لنسب محمد يعني.
خلينا ننتقل للشباب محمد، خلينا نقول مهنته بالرعي وعمله بالتجارة لصالح خديجة بنت خويلد، يعني زواجه منها، وهل كان هذا الزواج زواج طبيعي برأيك أم زواج مصلحة بالنسبة لمحمد، وزواج استمتاع بشاب صغير بالنسبة لخديجة، وما هي أهمية رحلاته التجارية وماذا أكسبته من هذه الرحلات من خبرات ومعرفة عن الشعوب والأديان المختلفة؟ شوف حضرتك، هو المنطق والعقل يقول ست عندها أولاد تزوجت مرتين، مرة طلقت ومرة رملت، يعني احنا في مجتمعاتنا العربية ست في السن ده واتجوزت مرتين وعندها عيال بتهيألي ما حدش يرضى يتجوزها، خصوصا لو كان شاب عنده 25 سنة ولم يسبق له الزواج من قبل ومن بني هاشم بالضبط حسب ونسب، فكيف يقبل الزواج بامرأة في سن امه باولاده وبتاع. بس هو الموضوع كان ايه؟ مصالح. انا لا انكر ان كان في نوع من الحميميه والعلاقه العاطفيه بعد زواجه منها، احنا ما نقدرش ننكر ده، لكن حصل حب، بس حصل حب العشره، يعني هي بتخلي بالها منه وبتعامله كويس وهو بيخلي باله من تجارتها وبتطبطب عليه وخد بالك، فحب من نوع، بس ما كانش فيه قبل الجواز. قبل الجواز كان الموضوع عباره عن ايه؟ انا محتاج حنان الام ومحتاج واحده غنيه تباك مي اب وتساعدني، فهي خديجه، وهي طبعا شاب عنده 40 سنه، شاب عنده 25 سنه زي الفل، طول بعرض 100 100، هتقول له لا ليه؟ واخد بالك؟ وبعدين هي عندها عيال وست، مين اللي هيدور لها تجارتها؟ عايزه شاب برضه في صحه، شباب يروح ويسافر الشام ويدور لها تجارتها فالموضوع كان ايه؟ فيد واستفيد يعني، واخد بالك؟ ابتدى طبعا يسافر للشام وعشان التجاره، وانا ازعم ان هو اقامته في الشام كانت طويله، يعني كان بيقضي وقت كتير في الشام، والوقت الطويل اللي كان بيقضيه في الشام ده اتاح له الفرصه للاطلاع على ديانات مختلفه، يعني بقى يقرا التوراه والعهد القديم والانجيل، في اربعه انجيل في الكنيسه كان ايامها، وبقى يعرف الناس في معتقدات ايه بره، يعني خارج نطاق مكه، واخد بالك؟ اللي يقول لك ان هو كان امي وجاهل، قول له لا، قول له انت ما بتتكلمش صح. لما قال على نفسه في القرآن ان هو امي، معنى كلمة امي كان يقصد بيها ان الامة اللي ما جاش فيها رسول، وليس الامي اللي هو ما بيعرفش يقرأ ويكتب، يعني هم كانوا دايما يتكلموا على ان في رسول جاي وفي نبي جاي، فهم امة ما جالهاش لسه الرسول او النبي، فهي ديت كلمة امي. امي يعني انا من قوم ما جالهمش نبي او ما جالهمش رسول، لكن مش معناها ان عدم القراءة والكتابة، لا هو كان بيقرأ ويكتب، واخبر حضرتك. لا عايز اقوله هنا، طبعا السفر سبع فوائد زي ما بيقولوا، عرف كتير وقرا كتير، وبقى كل ده بيخزنه جواه، المعلومات دي والعهد القديم في التوراه في ايه، وقصه ابراهيم وقصه نوح والحاجات دي كلها كانت بقت جواه، واخد بالك؟ لما اصيب، وانا برضو قريت دوت في كتاب للاستاذ حامد عبد الصمد، كان عمل كتاب رائع عن محمد، أستاذ حامد عبد الصمد بيقول إن هو أصيب، محمد أصيب في فترة من حياته بمرض زي مرض الصرع كده، أو تلف في الفص الدماغي زي ما الأستاذ حامد عبد الصمد وصفه، صرع الفص أظن بيسموه، صرع الفص تقريبا. فاللي بيحصل إيه؟ إن هو بيحصل زي التشنجات وإحمرار في الوجه وبيسمع صوت صفافير في الودان، وبعد النوبة لما بتجيله طبعا بيخرج بقى الكلام اللي عنده، بيقول كلام كتير، واخد بالك، ويخرج كل القصص اللي عنده والكلام اللي عنده، فهي جت كده، انما المعلومات كانت موجودة اصلا واكتسبها من سفره واقامته في الشام، طبعا مش وحي ولا حاجة زي ما هم بيزعموا يعني. واخد بال حضرتك، موضوع الوحي دوت لو حابب ان احنا نتكلم فيه، انا يعني اذا تحكي لنا عن الوحي، ما يسمونه الوحي واعتقدته بغار حراء ومنزول الوحي وتشابهه بقصص زردشت والاسلام المكي، يعني بشكل عام اذا بتحكي لنا اياها. طبعا في كتاب اسمه اعترافات القديس اوغسطينوس، صفحه 165 وصفحه 160، بيقول ايه الكتاب ده؟ فيه ايه بقى الكتاب ده؟ فيه ان في قديس كان عايش في ايطاليا اسمه اوغسطينوس، كان نايم تحت شجره،
وبعدين بيتعبد يعني. جات له حاله زي حاله الحاله اللي جات لمحمد لما راح الغار العزله دي، فكان نايم تحت الشجره. فبيقول ان هو جاله رجل وقال له قم واقرا قم واقرا. فراح بقى قام وجاله زي حاله من الهلع كده، وراح بقى جاب الانجيل وقعد يقرا فيه وبتاع. فالكتاب كتاب القديس اوغسطينوس دوت موجود قبل ميلاد محمد، موجود في القرن الرابع تقريبا سنه 300 وحاجه ميلاديه يعني. فاكيد محمد قراه وهو في الشام يعني. فهي نفس فكره الوحي لما نزل على محمد وقال له اقرا، قال له ما انا بقارئ، قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ. فهي نفس فكره القديس، حكايه القديس اوغسطينوس في ايطاليا. عايز برضو اقول ان اللي ساعد محمد على ان هو يصدق نفسه هي خديجة. يعني لما راح لها وقال لها زمليني زمليني وحكى لها القصة وبتاع، قالت له انت نبي انت رسول. يعني انا 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 اعتقد في اعتقادي الشخصي لولا وجود هذه السيدة في حياة محمد ممكن ما كانش القصة كلها تحصل، لان هو بتشجيع منها وطبطبة منها، وهي اللي قالت وخدته عند ورقة بن نوفل وعلمه ازاي يقول ايات ايات القران وقال له انت نبي. يعني لولا لوحده ما كانش يقدر يعملها. هي طبعا كان عندها المال وكانت معروفه في مكه وكانت بتحميه واخد بالك، وقالت له لا انت لا انت ما انت مش مس الشيطاني ولا حاجه، انت بتقول ان هو مصر ده مش مس الشيطان، ده انت نبي، ده انت دي رساله، ده انت واخد بالك. فهي جت معاه كده فصدق نفسه بقى. الغريب بقى ايه في موضوع الوحي ده، ان في الاول قال لك كم ايه كده، كم آية صغيرة كده واخد بالك، وبعد كده انقطع الوحي لمدة مش عارف سنتين ونص لثلاث سنين واخد بالك، بعد موت ورقة ابن نوفل. بعد موت ورقة ابن نوفل. طب الله، وايه يعني اربط كده موت ورقة ابن نوفل بانقطاع الوحي؟ ما هو كان بيروح له بقى ويديله دروس وازاي يقول وازاي، فاهم؟ فدي حاجة برضو تخلينا نشك ونسأل يعني طب ليه انقطع الوحي؟ وبعد كده بعد ثلاث سنين رجع الوحي تاني يتكلم، وبعدين الوحي ما يتكلمش الا في المواقف اللي هي يعني هي نيدت، يعني هو محتاج ان هو اديله واحد ايه، زي ما صديقي في نيويورك بيقول لك اديله واحد ايه. ده بالنسبه للوحي. طبعا الكلام عن الموضوع ده طويل جدا، انا بحاول انتقي النقاط يعني. ايه تاني؟ اوكي. تحس برضو ان الوحي بيتكلم على لسان محمد. يعني بمعنى ايه؟ لما راح محمد يجهر عن 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 الرساله يعني عن عن الدين الجديد ويقول لابو لهب، وابو لهب قال له اسكت اسكت ما تقولش الكلام ده، راح على طول الوحي نازل بيديله واحد ايه، تبت يدا ابي لهب وتب ما قال عنه ماله وما كسب وامراته حمد. انت بتردح بقى يعني انت هو ربنا هينزل يردح لابو لهب؟ هو ربنا اللي خلق الكون ده كله ان احنا يعني ما نجيش احنا ايه، كل الارض دي حاجه صغيره جدا في الكون يعني، الاله اللي عمل كل الشيء العظيم الضخم ده هينزل ويعمل عقله عقل ابو لهب ويقول له تبت يا ابي تبت يا ابي لهب تبت ما قال عنه ويردح لابو لهب ويشتمه. طبعا كلام غير منطقي، واضح جدا ان هو تعبير عن اللي جوه محمد، ان هو زعلان من رد فعل ابو لهب عليه ان هو قال له اسكت او ما تكلمش الكلام ده او روح العب بعيد او حاجه زي كده. ف ده برضو من ضمن الحاجات واخد بالك. تاني الموضوع موضوع الايات الشيطانيه واخد بالك، دي طبعا ابن هشام شال حته الغرانيق العلا دي لما هي كانت موجوده واخد بالك حضرتك. يعني انت قريش مش عايزه تصدقك وعمال تحاول معاهم يا جماعه انا نبي من عند ربنا صدقوني عشان تخش الجنه صدقوني صدقوا، هم رافضينه تماما واخد بالك. فقال لك اما ايه، اما اقول لهم بقين كده حلوين واخد بالك استعطفهم يمكن لما امجدهم ولا حاجه يلينوا معايا. راح ظرفهم واحد ايه، قال لهم ايه بقى في الصفحه دي؟ قال لهم استنى افتكر الايه بتقول ايه.
الغرانيق العلا، ولان شفاعتهم لشفاعتهم لترتاجا، لترتاجا الحكي الفاضي هذا، يعني مثل ما انه نعترف فيكم بس اعترفوا فينا يعني. برافو عليك، اعترفوا. انا بعترف فيكم اهو بس اعترفوا بي. طبعا ايه ما عبروهوش، تحول بعد كده بقى. ما هو لما جابش بقى نتيجه الاطراء، ما جابش نتيجه معاهم، راح بقى دخلهم بقى في ايه، في قصص الانبياء العرب اللي هم يعرفوهم زي هود وزي صالح. شوفوا قوم هود وقوم صالح حصل لهم ايه بعد ما لما ما سمعوش كلامهم، ما سمعوش كلام الانبياء بتاعتهم، ربنا خسف بيهم الارض وحصل لهم، ابتدى يخوفهم بقى سياسه التخويف بقى والارهاب والكلام من ده، واخد بال حضرتك؟ طبعا برضه ضربوا بكلامه عرض الحائط، برضه الكلام ده ما يهزهمش، راح داخل لهم بعد كده كمان بقى في ايه، في 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 قصه موسى وقصه نوح، واخد بالك؟ وازاي وازاي ربنا اهلك فرعون وقومه، وازاي ربنا نجى نوح بالسفينه، واخد بالك؟ برضه الكلام ده مش جايب معاه. فقعد 12 سنه عيني في مكه يحاول ان هو يقنع قومه دول. طبعا دول اللي هم طبعا مش في دماغهم الكلام ده خالص، الناس دي ناس تجار وناس مش فاضيين للكلام ده، وهو عايز يبوظ عليهم البيزنس بتاعهم واخبهم بدين جديد ومش عارف ايه، والكلام مش داخل دماغهم نهائي يعني. فاضطر بقى ان هو يمشي، واخد بالك؟ وهو ماشي الا ياخد معاه بنته وهو راح يثرب، وهو راح المدينه، بنته دي متزوجه وعندها عيال، جوزك ده كافر ولازم تيجي معايا. يا بابا مش كده، ده هو كويس معايا وانا عندي عيال منه، ويعني خلاص انت عايز تمشي يمشي وسيبني مع زوجي واولادي. لا لا لا، ده لازم تيجي معايا وانا لازم ادبه وانا لازم، وازاي يكفر بيا وازاي ما يصدقنيش وازاي وازاي، وخدها معاه فعلا. يعني اي نبي، اي نبي جاي بدين رحمه ان هو يجبر بنته ان هي تسيب بيتها وعيالها وجوزها عشان عنده مشكله ان جوزها مش عايز يصدقه ويصدق كلامه او الدين اللي جاي بيه، يعني فين الرحمه وفين طب يا اخي سيبهم عايشين في استقرار وسلام، ولو انت برضو عندك لسه ان انت عايز تقنعهم او تعالى بعدين اتكلم معاهم من حين لاخر يمكن يستجيب، انما ايه العنف ده وايه كميه الكراهيه دي، انا مش فاهم. فده برضو كان شيء محير، واخد بالك؟ ورجعت بنته لجوزها في الاخر، بس يعني التصرف منه كان تصرف مش تصرف نبي، يعني مش تصرف واحد عنده مشاعر وعواطف ورحمه، ومش ما فيش الكلام ده موجود هناك عنده بكل تاكيد. طيب خلينا بقى يعني اعزائي المشاهدين، الاخ احمد اليوم راح يحكي لنا، حكى لنا عن الاسلام المكي، راح يكون في عندنا قصه ثانيه يحكي لنا فيها عن الاسلام المدني، يعني خلال شيء اسبوعين ثلاثه اكيد يعني راح نسوي لقاء ثاني مع الاخ احمد ويحكي لنا على الاسلام المدني. اخي احمد، اذا بتلخص لنا رايك في الاسلام المكي، خلينا نقول تفضل. الاسلام المكي تلاحظ ان هو الايات بتاع الايات المكيه ايات للتسامح، يعني لكم دينكم ولي ديني، يعني ما فيهوش عنف، ما فيهوش لسه، هو العنف بدأ بعد ما مشي، واخد بال حضرتك؟ وإنما طول ما هو في مكة هو عايز يسترضيهم، هو عايز يكلمهم بالحسنى، هو دايما المستضعف الضعيف اللي صابر على قومه إن ربنا يهديهم، إن واخد بال حضرتك؟ فده اللي أنا كنت بحسه يعني في الآيات المكية، إن هي ما فيهاش أي نوع من ال، هو طبعا اتغير 180 درجة لما راح المدينة، لكن طول ما هو في مكة كان ضعيف، وبالذات بعد موت خديجة وبعد موت عم عبد المطلب. هو مات تقريبا عم عبد المطلب وقت بسيط بعد موت خديجه، فبقى لوحده وبقى ضعيف وبقى كده، ف ده كان وضعه في مكه، يعني كلها ايات بالحسنى، يعني كلام بالحسنى كله، واخد بال حضرتك؟ ف بالضبط، يعني ما غير قلت وجد غنام، الرقصه وجد غنام، يعني كان غير ممكن، لما تمكن صار عنده فما قصر الزلمه. طب ازاي بقى يكون دين والرسول بتوعه بيتبع اتمسكن لما تمكن، يعني اتمسكن لما تمكن، يعني المثل نزل عليه حفر تنزيل مثل ما بقولوا. طيب خلينا ننتقل لموضوع، يعني اظن يعني لخصنا موضوع الاسلام المكي يعني بسيره محمد. برايك نرجع للالحاد، تمام؟ هل من المهم ان يجهر الملحد بالالحاد، وما هي اهميه الاجهار؟ يعني تفضل. طبعا مهم جدا ان الملحد
لو يقدر ان هو يجهر يجهر. ليه؟ لان الناس بتخاف تجهر، فانت لما تجهر وهو يجهر وهو وده يجهر فانت بتشجع غيرك على انه يجهر، فهو شيء مهم جدا. طبعا انا ما بقولش ما بشجعش ان هو لو في واحد معرض للخطر، حياته معرضه مثلا للخطر لو اجهر، ان هو يجهر، لان ده مش تصرف عقلاني. انت لو شايف ان حياتك هتبقى في خطر لو اجهرت ما تجهرش، انما لو عندك الفرصه وان ما فيش خطر على حياتك وكده، طبعا ده بيساعد جدا ان ثقافه الالحاد تنتشر والناس تعرف الحقيقه، يعني واخد بالك. وعمر ما كلمه ملحد ما كانتش تيمه، الناس بتتكسف من كده. لا، ملحد يعني ايه؟ يعني انت ما بتامنش ان في حاجه بعد الموت. هي ما هي مش 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 كلمه وباء يعني او شتيمه بتلزق فيك يعني، واخد بالك. الملحد هو انسان مفكر، هو انسان ذكي جدا وجريء، وذكائه وصله لانه هو يبحث في الحقائق ويعرف ايه هي الحقيقه ويقتنع بيها. انما اللي مسلم امره كده وماشي مع القطيع ده، ما انا اشك في ذكائه بصراحه. يعني انا يعني على الاقل يا اخي ابحث، يا اخي ابحث واقرا، شوف هل ده الكلام ده منطقي يخش عقلك، يعني هل فعلا الكلام ده صحيح؟ هو انت واخدها بالوراثه ومشيها كده وخلاص؟ لا، ما ينفعش. وبعدين احنا ليه بننقد الاسلام؟ احنا بننقد الاسلام لان الشر جاي من الاسلام. يعني انا ما شفتش يعني في عصرنا اللي احنا عايشينه ده ان واحد مسيحي راح فجر نفسه، ولا واحد يهودي راح حط قنبله في مكان. لا، اللي بيعمل كده المسلمين. ليه؟ لان كتب التراث بتاعتكم ودينكم، مش هو كتب التراث بس، والقران كمان فيه الكلام ده، ان انت وقاتلوهم واغلظ عليهم والكلام الفظيع ده كله، ضرب الرقاب وارهبوا وارهبوهم واعملوهم وبتاع. انما انت لو دينك دين في حاله ما افتكرش ان حد كان يهتم. انما احنا ليه مهتمين وليه بنحاول نفهم الناس ايه هي الحقيقه، وان الموضوع ده كله زي ما بيقولوا في مصر بلح يعني ايه، لان انت في خطوره منك، انت في خطوره منك على 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 على, على الدول العربيه. بص ايه اللي بيحصل في الدول العربيه، وكله من التعصب الديني والتطرف. وبعدين يعني انا عايز افهم حاجه، يعني الملحد ذكي ليه؟ يعني لما تلاقي ان مثلا كلمه العذاب وجهنم مذكوره في القران 400 مره، طبعا لا، يعني هو ربنا ده عاوز يعرفني بيه ولا عايز يخوفني؟ يعني هو هل هو اله سادي؟ يعني انا عايز افهم حاجه. وبعدين وخلقنا الانسان ظلوما وخلقنا الانسان كفورا، طب الله، طب يا عم ما انت اللي خلقني، يعني انت خلقني بالاساس. يعني وانا اللي عملت نفسي، يعني انا ما عملتش، انت اللي خلقني وجاي تعايرني تقول لي ظلوما وكفورا. يعني عارف الاله في الاسلام بيفكرني بايه؟ هديك مثال، زي المدرس اللي مش راضي عن التلاميذ بتوعه بالظبط، ويخش لهم الفصل الحصه يقول لهم انتوا طلبه فاشله، انتوا مش نافعين، انتوا كلكم هتسقطوا، الله يخرب بيت اليوم اللي شفتكم فيه. بالظبط نفس الفيلم كده. طب انت اله وخلقني، عمال تشتم فيا ليه؟ وخلقناك من طين ومن صلصال ومن حاجه حقيره ومن نطفه. الله، طب ما انت اللي عاملني يا عم الحاج. وانا وبعدين برضو من النقاط برضو اللي بتشغل تفكيري موضوع عرض الامانه ده. لما جه ربنا يعرض الامانه على الحيوان وعلى الجماد وعلى الجبال، ولا مش واخد بالك، وما حدش خدها الا الانسان. طب يعني ويقول لك على الانسان ايه؟ ظلوما كفورا، مش عارف شتيمه يعني. طب تذكر لما عرض عليك انا بصراحه بشخصيتي انا ما بتذكر شيء، ما بتذكر انه في شخص اجى عرض علي امانه، فانت اذا بتتذكر شيء تفضل. لا طبعا انا مش ما فيش حاجه على ذاكره حصلت معايا، بس ده اللي بيتقال في القران، ان وبعدين انا عشان خدت الامانه كانسان، انت بقى هتقعد تقول لي ظلوما وكفورا ومش عارف ايه. طب ما انا ده جزاتي ان انا خدت الامانه يعني. وبعدين يعني انا مش عارف، انا يعني حاجات كتير غير منطقيه، اشياء كثيره جدا غير منطقيه، واخد بالك. ايه كان الانسان كفورا، كان الانسان قطورا، ان الانسان لفي خسر. طب والنبي يعني ايه في خسر؟ طب يا عم انا عملت لك حاجه وهو انت خلقني وبعدين تقول لي في خسر؟ انا يعني كلام غير منطقي. وبعدين وكان الانسان اكثر جدلا، هذه برضو تستحق التفكير. اكثر جدلا، هو في حد بيجادل في المخلوقات غير الانسان؟ يعني ايه اكثر جدلا؟ انت لما تيجي تكلمني كلمني كلام منطقي، المفروض انك كلام عند ربنا من اللوح المحفوظ، كلام اتعمل قبل وجود الانسان كمان، هم بيعتقدوا في كده. طيب يبقى كلام منطقي. لا، الانسان اكثر جدلا. طب يعني الضفدعه بتجادل؟ يعني فهمني، عايز افهم.
ده كأشياء غير منطقية كثير. واخد بال حضرتك؟ أولم يرى الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذ هو خصيم مبين. يا حول الله، إيه يا عم الحاج أنت عايز مني إيه؟ طب ما أنت اللي عاملني. يعني مش عايز أطيل في الموضوع ده، بس أعتقد إن أنا النقطة اللي عايز أقولها وصلت. يعني إحنا ما عملناش نفسنا يعني الميكروفون لك وعنا للصبح، يعني ما في مشكلة. متشكر جدا. يعني أنا شايف إن لو في إله خلق الكون ده، لو كان فيه يعني هو أكبر وأعظم من كده، يعني مش هيجي يتكلم في مشكلة مثلا إزاي المسلم بعد ما يقضي حاجته في الحمام ينظف نفسه. يعني قال لا، أنت دخلت في أدق التفاصيل، أنت بتتكلم في إيه؟ هو الإله هيتكلم في حاجات زي كده؟ مشكلة الخراء باين، ولا مش عارف إيه خراء إيه اللي في الإسلام؟ حاجات صعبة قوي. وإزاي تجمع زوجتك؟ وإزاي مش عارف إيه؟ يعني الإله اللي خلق الكون ده كله هيتكلم في التفاصيل الصغيرة دي؟ كمان مان، يعني انتوا بتتكلموا في عقليه ناس من 1400 سنه كان ممكن تصدق الكلام ده. النهارده في عصر اللي احنا عايشينه ده صعب نصدق الكلام ده يا جماعه، الا اذا كنا بقى مغيبين. صعب تصدق الكلام ده ازاي؟ اله مين اللي هيتكلم في الخراء؟ انا مش فاهم. دي من الحاجات الاشياء الغير منطقيه. يعني على فكره انا عملت حلقه كامله عن الضراط في الاسلام. شوف أتمنى أنا كل المشاهدين يعني يشوفوا الحلقة هاي، يشوفوا شعب الله الضراط. ما هو بص هقول لحضرتك على حاجة، أنا هديك تفسير منطقي ليه محمد كان بيتكلم في الحاجات الصغيرة دي. تفضل. هو عايز عملية كلها عملية نفسية، هو عايز يتحكم في الناس الأمن، يتحكم فيهم 100% ومحدش منهم يفلت. هو عنده مشكلة الفقدان، حاجة نفسية، فقد أمه في صغر، يعني ما عاش مع امه خالص وتركته وسابته وكلام زي كده، ولما رجع لها ماتت منه وراحت منه. فهو عنده مشكله نفسيه خطيره يا جماعه. لما الناس الامن دي هو عايز يتاكد ان هو يسيطر عليك 100%. انا اقول لك تنام امتى وتقوم امتى، وتجي لي هنا تصلي في الجامعه 5 مرات. واحد اعمى بيقول له يا رسول الله انا اعمى، ممكن اصلي في البيت؟ قال له اسمعت هتسمع الاذان؟ قال له ايوه اسمع الاذان. قال له تيجي تصلي هنا؟ عايز يتمكن من المؤمنين 100%، زي الجيش زي العسكر كده. You don't go nowhere. واخد بال حضرتك؟ فعشان كده بتكلم في التفاصيل الصغيره. يقول لك تعمل كل حاجه، وتعمل سناك بالسواد، وتعمل مش عارف، وتهرش ازاي. الكلام ده كله كلام غير منطقي، كلام يصدقوه زمان من 1400 سنه. احنا ما نصدقش الكلام. احنا ناس بتفكر وناس نعرف، مطلعين على النظريات العلميه والعلم وعندنا عقل يفكر. من الكلام ده بيخش عقلنا بالضبط. يعني انا مساله حلقه الدورات، يعني هي سميتها ضراط في الاسلام. يعني في شخص كتب لي انه يا اخي هل انت كنت عايش في هذاك الوقت، انه هو عم بيعلم الناس كيف تتنظف وتصير نظيفه بهذاك الوقت. طيب اوكي، قلنا هذاك الوقت ما بيعرفوا، الزلمه بيرك عم بعلمهم كيف يتنظفوا، بس انت جاي عم تقول لي هذا صالح لكل زمان ومكان، يعني صالح لك تيجي تعلمني بهالمنطق هذا؟ كيف اشكرك. يعني عندي تواليتات، عندي محارم، عندي مليون ألف نوع من الوسائل التنظيف، يعني بدك تيجي تطبق علي نفس اللي كان موجود، فمعناتها دينك لا يقبل كل زمان ومكان. يعني باختصار هذا من برضو الأشياء داخل الغير منطقية بالنسبة لي. أنا لي أصدقاء هنا في أمريكا مصريين، يعني ده بيدرسوا في أمريكا، اللي بيعمل ماجستير واللي بيعمل باتشلر واللي بيدرس اليو اس ام اللي بتاعت الطب ديت. المهم لما تسأل واحد منهم تقول له ايه، كبار يعني في السن الثلاثينات، انت مش تنزل في مصر تتجوز؟ يقول لك يا عم اتجوز ايه، ده انا ماجستير ما فيش وقت. يعني اللي عنده ماجستير مش عندوش وقت يتجوز، واللي جايب رساله من عند اله عشان يهدي الدنيا دي كلها عنده وقت يتجوز كل الستات دي؟ يعني من اين لقى الوقت؟ ده انت جايب رساله من اله بينزل عليك وحي، اين الوقت لكل هذه؟ ده النسوان بتجنن، انت لو معاك واحده بس تهبلك. يعني عايزه اتنشن، عايزه اهتمام، عايزه راجل وعايزه اهتمام وعايزه كل دول. بتهتم بيهم ازاي مع نشر الرساله في نفس الوقت؟ ده انت معجزه. انت ايه ده؟ وبعدين تقول له معجزتك، يقول لك وما انا الا بشر رسول. طب يا محمد لما قريش بقى غلبت معاه، طب يا محمد ماشي انت بتساوينا او بتقارن بيننا وبين قوم فرعون اللي ما امنوش بموسى، وبتقارن بيننا وبين نوح قوم نوح. طب دول الناس دي كان عندها معجزات، انت اين معجزاتك؟ قال لهم انا ما عنديش معجزات.
مفيش ما طب الله طب ازاي رسوله مفيش معجزات؟ ما هو الاسراء والمعراج، الاسراء والمعراج جاله البغل اللي بيطير خده وراح بيصلى بكل الانبياء واخد بالك، وبعد ما صلى كل الانبياء طلع سبع سماوات سما سما في السماء. الطريف بقى ان في السماء الثالثه قابل ايه؟ قابل موسى. فبعدين جبريل بيخبط على الباب، موسى بيقول له من بالباب؟ فقال له محمد. قال له اقد بعث، اقد بعث. طب وانت مش لسه مصلي معاه تحت؟ انت في ايه يا عم تجننونا؟ ما انت لسه عامل معاه صلاه تحت، يعني انت ما عرفتش ان هو بعث؟ فكلام غير منطقي. وبعدين يا اخي كنت دي على راي الاستاذ سيد قمني، انا بموت في الاستاذ سيد قمني، بيقول لك ايه، قريت شفت له فيديو فاني جدا، يعني انت طب يعني خد العصايه من موسى اعمل لك اي حركتين تخبر لك يعني مش كده، ما انت كنت مع موسى قول له العصايه انتوا رسل زي بعض ربنا مش هيزعل، خد منه العصايه اعمل اي منظر يعني. للاسف ما في منطق يعني موسى ولا هو بعث يعني انا بتعجب كيف الناس اكيد في ناس تساءلت يعني عن الموضوع هذا، أهو بعث؟ طب كان عم بيصلي هلا معك بعدين يعني طلعوا قبلك هن طلعوا مثلا استنوك ده انت اللي معك البروك، غير منطقي يعني لا يوجد ولا بصيص من المنطق فيه يعني ورحت المنطقيه. وبعدين قريش اللي مغلباك دي ومعذباك ومش حدش منهم عايز يصدقك، وانت جالك البغل اللي بيطير واقف على الباب اللي هو نص بغل ونص حمار ده، طب يا اخي انا يعني اطلع اعمل اي منظر بالبغل اللي بيطير ده كده وريهم نفسك، واعمل اتنين كلاكس شغل الكاسيت، اعمل اتنين امبليه يعني اعمل انا هو تصدقوني انت فاهم يعني. انت عندك مثلا عربيه لامبورجيني وكل ما تقول لاصحابك انا عندي لامبورجيني ما حدش صدقك، وانت راكب اللامبورجيني مش عايز توري اصحابك اللامبورجيني دي ولا ده انا بتكلم اي كلام واخد بالك؟ لا هو ما فيش كده، وكل معجزاته في الخفاء اللي هي الاسراء والمعراج بالليل والناس نايمه وما حدش شايف. طب يعني للاسف في عندي سؤال، هل تريد ان يفهم الناس انهم يعبدون وهما يعني، وانه هن صاروا بغير الامم، امتنا صارت منحطه، القتل كثير، الفقر، المرض، الجهل الموجود، هل يعني انت بتريدهم انه اصحوا يا جماعه نحن عايشين في عصر الانحطاط؟ تفضل يا زهراء. طبعا طبعا طبعا، الأمة الإسلامية لا تتقدم إلا في العمر، يعني الأمم الأخرى تتقدم في كل شيء وهم لا يتقدموا إلا في السن وفي العمر. وبعدين الحقائق العلمية يا جماعة والنظريات العلمية شيء مؤكد وبتدرس في جامعات أوروبا وأمريكا، وما تقدرش إنك تنكرها وتقول إنها مش صحيحة. مثلا عالم زي عالم الفيزياء لورنس كراوس أمريكي، هو في جامعة أريزونا، الراجل ده عمل كتاب اسمه Universe from Nothing أو كون من لا شيء. بيتكلم عن إيه؟ الراجل ده قدر إن هو يثبت إن أنت ممكن يكون في مادة من لا شيء. أنت واخد بالك؟ طبعًا لما بتتكلم مع الميدل إيسترنز أو أصدقائنا يعني في الشرق الأوسط على كلام زي كده، العقل مش قادر يستوعب لأن هو مش مدي نفسه فرصة إن هو يفكر. طب اقرا الراجل ده بيقول ايه، الكلام ده كلام علمي ما مش كلام هو جايبه من بيتهم واخد بالك. الموضوع غير كده خالص، غير ما انت متصوره وغير ما انت عرفته وانت صغير في المدرسه خالص، موضوع تاني خالص واخد بالك. فطبعا انا نفسي ان بلدي والدول العربيه وخصوصا بلدي، ان بلدي ديت حضاره 7000 سنه، بلدي ديت من البلاد العريقه، البلاد اللي فيها كان فيها اول حضارات في العالم اتعملت هناك، جيش منظم وقانون وحاكم، والايام اللي كانت فيها الانسان عايش في كهوف، مصر كان عندها جيش وكان عندها رئيس وكانت بلد منظمه. يا اخي المتحف المصري كان شفت فيه عاملين اي دي لل 5000 سنه، كان عندهم فكره الاي دي اللي هي البطاقه الشخصيه، اسمك وماذا تعمل وساكن فين، يعني انت مصري ولسه بتعمل بالكلام من ده؟ كمان مان العلماء اللي في انحاء العالم في جامعات اوروبا وامريكا مصريين، انت بتشرف وتفخر بهم زويل وي 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 واخد بالك، يعني انت اكبر من كده واخد بالك. دول ده مستعمر جالك في فتره زمنيه معينه، دخل قال لك لا تدفع الجزيه لا اقتلك. طبعا في ناس دفعت الجزيه واخد بالك، وفي ناس امنت ما معاش فلوس تعمل ايه، ما هيموت هيعمل ايه، فامن. انما الموضوع ما انتشرش بالحسنى، ما سمعتش انت عن الاسلام ودرسته واقتنعت بيه وامنت بيه، لا انت جالك الاسلام بالسيف وحطه في رقبتك، هتسلم ولا هتبحك؟ فاسلمت وماشي الموضوع على كده. فانت في زمن دلوقتي زمن العلم، اقرا واعرف
ما حدش بيدعوك ان انت تسيب دينك عن غير قناعه، لا اعرف ايه في ايه الدنيا دي فيها ايه. نظريه التطور دي اللي انت رافضها لمجرد الرفض، يعني انت رافض نظريه التطور دي لمجرد انك رافضها من غير ما تقراها، من غير ما تعرف ايه فيها، هل هي ميك سنس، هل هي منطقيه، ايه الاثباتات على نظريه التطور. وبعدين احنا دلوقتي في عصر النت، يعني اي سؤال عايز تساله، اي معلومه عايز تعرفها، بتكليك كليكه واحده بيظهر لك كل حاجه، الجامعه دي بتقول ايه، والعالم ده بيقول ايه، كل حاجه بقت افيلبل دلوقتي، الموضوع ما بقاش صعب. فطبعا اتمنى ليهم طبعا ان هم يتحرروا من هذا السجن اسمه سجن محمد وتقديس محمد. وانا اتوقع يعني مع مرور الزمن ان الاديان كلها هتبقى حاجه زي الـ زي الـ يعني حاجه اثريه كده تشوفها في المتحف، يعني لان زمان على سبيل المثال كان الانسان لما بيشوف البرق والرعد بيقول لك اه هو ده ربنا وبيصلي له. هل احنا دلوقتي بنصلي للبرق والرعد؟ طبعا لا، لان احنا عرفنا ايه اللي بيسبب البرق والرعد، فعرفنا ان البرق والرعد ده مش اله، فطبعا وفظنا فكره ان الاله برق ورعد. وكذلك الاديان الابراهيميه ووجود الاله، هذا الاله الوهمي، اكيد في يوم من الايام الناس هتعرف، بس طبعا ده سونر اسبره يعني. بس طيب شو بتقول للناس اللي مثلا هم ملحدين، للملحدين اللي يعني خجلانين او مستحما من كلمه الحاد وما بدهم يجهروا الحادهم؟ يعني نحن بنقدر الانسان اللي خايف على حياته مثلا، ما بنريد يحط حياته بخطر مشان يجهر الحاده، بس الناس الخجلانين اللي ما عليهم خطر بالاساس يعني، خصوصا الموجودين باوروبا وامريكا. تفضل. بالضبط، الناس دي لازم 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 تجهر عن الحادها. وانا بوجه كمان الدعوه ديت لقريبي اللي مش عايز اذكر اسمه او اقول هو يقرب لي ايه، اللي هو ملحد وبيداري، وبقول له انت اللي لفت نظري، وانت بسببك انا شفت الحقيقه وعرفت الحقيقه، وانا اجهرت اهو قبليك بكتير، وانا بطلب من كل واحد عارف الحقيقه وعارف ان الدين ده وهم ومش حقيقه ان هو يجري عن الحاد عشان يشجع غيره، خصوصا لو انت ما فيش عليك خطر يهدد حياتك او يهدد لقمه عيشك او كده. فطبعا دي هتبقى مساعده كبيره جدا. انا عايز اقول كمان ان ده اهم من مشروع خيري، يعني انت بتنقذ البشريه من خطر رهيب. الاسلام بيهدد دول، بيصعد دول واحد، ناس وناس اطفال بتموت، وخراب خراب 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 خراب. وبعدين لو الاسلام دوت، يعني لو الناس المسلمين دول بيصلوا او بيمارسوا شعائرهم الدينيه زي ما هم مثلا في دول الغرب او في امريكا، يعني انا بشوفهم في حالهم، يعني ما بيهاجموش واحد مسيحي، ما بيهاجموش واحد يهودي، ما ليه؟ لان البلد هنا علمانيه، بتطبق العلمانيه، بتقف مسافه متساويه من الجميع، ما فيش مسلم احسن من يهودي، ما فيش يهودي احسن من مسيحي، كله سواسيه، واللي بيخالف القانون بياخد بالجزمه، ده معروف عن اوروبا وامريكا، وانت في انجلترا وعارف يعني، واخد بالك؟ ليه ما نعملش كده في الدول العربيه؟ يعني حتى لو انت عواطفك مش قادر يا اخي ان انت تقرا العلم وتقتنع بالعلم خليك في حالك، وما تبقاش جادجمنتال، يعني انت مسلم مش لازم انا ابقى زيك مسلم عشان انت ترضى عني، يعني عاملني لو انا انسان كويس استمر، مش عايز، مش شايف ان انا انسان وحش بالعني، بس ما تحطش الدين هو العقبه في معرفتي بيك، لان انا حر زي ما انت حر تؤمن بمحمد، انا حر ارفض محمد لان انا مش مقتنع بيه وبرسالته، لا هو ولا عيسى ولا موسى، انا شايف ان الكلام ده كله خرافات واساطير اتحكت لنا وانتهت على كده وصدقناها وانتهينا، لان انا بحثت وقريت وبتاع وعرفت وعقلي وصلني لكده. فانا مش دي حاجه ان انت تاخدها ضدي، بالعكس انا قدرت اللي انت قدرت اعمل اللي انت ما قدرتش تعمله. فانا بشجع طبعا وبطلب من كل الناس الملحدين اللي يخبوا الحادهم ان هم يجهروا، ولان ده هيفيد البشريه كتير جدا 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 جدا. يعني بالضبط، يعني نحن بنشجع خصوصا اللي ما عليه خوف يعني انه يجهر الحاده، يعني مو لانه والله حابين نجهر الحادنا ونتفاخر، لا، المشكلة أكبر من هيك بكثير، المشكلة إنه نحن بنشجع على وقف الحرب، عم نشجع على وقف القتل والدم اللي شايفينه كل نهار ببلادنا للأسف يعني، والقادم أسوأ. فخلونا بس بصوتنا أقل شيء
نقول لا لهالقتل، لهالدمار، لهالوحشية اللي عم نشوفها. أحمد، شو رأيتك يعني لمستقبل الملحدين في الشرق الأوسط شمال أفريقيا؟ والله أنا شايف أن أنا بتابع على فيسبوك الملحدين في مصر، فأنا شايف أن هم في ازدياد، حتى عاملين في مصر دلوقتي شيء أنا فرحان به جدا اسمه حركة علمانيون. الحركة دي عايزة بتطالب بتطبيق العلمانية، وعايزة تدي حقوق لكل الملحدين الموجودين في مصر، والناس اللي مهضوم حقها والناس اللي مش واخدة حقها. يعني أنا مصري، بس مصري نقطة، ما تقوليش مصري مسلم، مصري بهائي، مصري لا، ما فيش كده. في وطن احنا نجتمع فيه، انت بقى تعتقد ما تشاء، ده لا يفسد للود قضية. زي ما احنا عايشين في المجتمعات الغربية، ما احنا ما انا مصاحب اليهودي ومصاحب المسلم ومصاحب المسيحي ومصاحب كله، اعرف ناس كتيرة، ما فيش كراهية بيننا. ليه ما فيش كراهية؟ ليه الكراهية في مصر؟ ليه كارهين بعض؟ ليه اللي يختلف معايا يبقى عدوي؟ يعني انا مش فاهم. وبعدين الكراهية دي هتوديك لفين؟ هتدمر لك مجتمعك تماما، هتنهيك تماما. انت عايز تتقدم وتبقى انسان كويس، ولا انت عايز ترجع لورا، ولا انت عايز ايه بالظبط؟ واخد بالك؟ شيل حساسية الدين دي، طالما ما وجهتلكش شتيمة مباشرة لشخصك. انا بناقش فكرة، انت ما تقدرش تحاسبني عشان بناقش افكارك. انا حر اناقش افكارك وانت تناقش افكاري، فكرتي وفكرتك تنزل راجل لراجل على الساحة ونشوف مين اللي يكسب. انما يوم لما اقول لك انت كذا، شخصك كذا، ده انا بشتمك. انما ان انا انتقد في افكارك او الحاجه اللي بتعتقد فيها دي ما فيهاش اي اهانه لشخصك نهائي. انت تنتقد افكاري، انا انتقد افكارك، ده شيء عادي جدا، عادي في القرن ال21، عادي جدا. انت اللي عاملها مشكله وعاملها فيلم واخدها بحساسيه وعامل هاله من القدسيه حول محمد وحول الاسلام غير عاديه، انا شايف ان دي رجعيه وغير منطقيه ومش هتوصلك لحاجه، لانك تفضل تنزل لتحت لتحت زي ما انت عمال تنزل كده. لا انت لا، طبعا عندك مشكله في الاقتصاد، ما انتش عارف تكفي شعبك 90 مليون ياكلوا، السياحه وانضربت، مفيش عندك حد عايز يجي لك ولا حد عايز يصرف دولار عندك طبعا، وخرب بيوت كتيره موضوع ضرب السياحه ده، الفساد الاداري عندك. طب ما انتوا مسلمين، طب ما مش بتطبقوا بتخافوا ربنا ليه في الـ في الـ في, الـ في اداره شؤونكم؟ يعني تلاقي الوزارات بايظه وخربانه، المستشفيات مفيش مستشفيات. الله، طب ما الناس الكفره حالهم كويس، تعال خش مستشفى في امريكا اشوف عامله ازاي، فندق 5 نجوم وما تدفعش مليم، كل الدوله بتكيرف يو. يعني عمل لك ايه اسلامك بقى؟ انا عايز افهم. يعني انت اقعد حاسب نفسك، انا اسلامي ومعتقد، انا وداني لغايه فين؟ طب الكفره دول العلمانيين دول اللي ما بيأمنوش بربنا، هم فين وانا فين؟ يعني اين عقولك؟ فين العقول؟ فين التفكير؟ بس اللي انا عايز اقوله، يعني لو كان في عقل يفكر، للاسف يعني كان، يعني انا استغرب يعني في هذا العصر يجي لما تقول له والله الحمار لا يطير يزعل ويشتم ويقتل، يوصل لمرحله القتل. قول له الحمار ما بيطير يا اخي، الحمار ما بيطير، الحمار يعني بالمنطق خلينا نجي، يا جماعه حدا شاف حمار طاير ولا فيل عم بيطير ولا بغل؟ ولا يا جماعه فكروا فيها شوي، يعني فكروا بس انه في حمار بيطير، كيف الحمار بيطير؟ بعدين هلا اذا طلع مثلا طلع بالفضاء، الاجنحه ليش بالفضاء خالي ما في جاذبيه؟ يعني الاجنحه بشان ضغط الجاذبيه يطلع لفوق، بس الجاذبيه فبيضغط على شو شان يطلع؟ يعني هم لا يستخدموا المنطق when it comes to religion. يعني لما تتكلم عن الدين ما في المنطق ده، ما ملوش دعوه بالدين، ده حاجه وده حاجه، موروثات بياخدوا الموضوع بحساسيه، وده ديننا ودين ابائنا واجدادنا زي ما كانوا بيعملوا في الجاهليه زمان. ازاي تيجي الناحيه دي؟ ده خط احمر، اوعى تيجي الناحيه دي. لا دسوة، انا راجل حر وانا راجل ليا وجهه نظر وليا فكري وهعبر عنه، واخد بالك، وانا لا اخالف القانون في مصر، انا راجل امريكاني، ولو هتقف على اني اتنازل على الجنسيه مقابل هذا الامر هتنازل. ايه رايك بقى؟ لان انا مقتنع تماما بما افعل ومقتنع تماما باللي بقوله، وفعلا انتوا مش عارفين الحقيقه، انتوا مش عايزين تعرفوا الحقيقه.
وانتوا بتحبوا ترموا مشاكلكم على الاله الخفي اللي هيساعدكم. مفيش مش هيعمل لك حاجه الاله. هو انت لازم تعمل لنفسك. انت لما بتعيا بتروح للدكتور بيديك دواء بتخف، اقعد ادعي للصبح ربنا يخففك، مش هتخف مش هتخف. هو كل شيء لي سبب. انا عيان، انا عندي فيروس، باخد دواء الفيروس بخف، هقول له يا رب شيل الفيروس، مش هيتشال الفيروس. ولازم تفهموا الكلام ده ولازم تأمنوا بالكلام ده عشان حياتك تبقى افضل، وحاجه في تقدم وفي حضاره لازم المفاهيم تتغير. لازم يعني هو الدين اخترع دواء للفيروس بصراحه، يعني هو بول البعير، وشفناها كلنا، شفناها على الشاشات، يعني على ما تشرب بول البعير مشان تخف من الفيروس سي، ولا الحكي الفاضي هذا. اه فبول البعير صحيح، يعني وخرافاتهم ديسكاستنج زي ما بيقولوا، يعني بول بعير والنبي اللي تشربه عشان يا حيف يا حيف، يعني سكر الدين سكر عقول البشر حتى وصلوا انه يشربوا شخاء. يعني تصور بهالخرافة وهالعقل اللي عم بتقبل انه يشرب شخاء عشان يطيب. ونحن بالعصر يعني بالقرن 21 مع عصر الادويه وعصر الجينات وعصر، يعني يتوقف العقل عن التفكير لما يفكر بهالعقول الغبية الموجودة للأسف، اللي خلق الدين على خسل خسير بما بيقول البعير للأسف. بقول البعير. أنا عايز أسأل كمان حاجة، المرأة العربية دي، المرأة اللي كلمك تقولي ده الإنسان كرم، ده الإسلام كرم المرأة، يعني أنا عايزك تقولي إزاي الإسلام كرم المرأة؟ إذا كنت أنت في الميراث بتاخدي نص أخوك، ده أولا. أنت توري شعرك حرام، صوتك عورة، مش عارف ناقصة عقل ودين، ما تصوميش الشهر كله، وملكيش صلاة لو انت حائط. ده انت الاساس، يعني انت مشبهة بالحمار والكلب يعني. اه وتشبيهات بالحيوانات وبتاع، يعني وانت راضي عن نفسك كده، راضي تتحرمي من هويك دي كلها، اين عقلك؟ يعني انت اكتر واحدة مظلومة في فيلم الاسلام ده، الست اللي هي الام، اللي هي انت منها، اللي هو جاي منها الراجل اللي انت مكرمه، اللي هي اللي بتربي الراجل، هي اللي بتولده وهي اللي بتربيه، يعني هي لولا عدم وجودها انت ما تبقاش موجود. انت جاي انا مش عارف هم ازاي قابلين على نفسهم كده. وبعدين الراجل اتجوز اربعه وانت مالكيش الا راجل واحد، طب ليه؟ يعني ليه؟ يعني ده مش عادل، يعني فين العدل هنا؟ ما مش عارف بالضبط، يعني هذا خصيل الدماغ بيبول البعير للاسف. أخي أحمد، يعني كلمة أخيرة بدنا توجهها للملحدين وغير الملحدين متابعين برنامجنا، تفضل. والله أنا للملحدين، أنا فخور بكم جدا وسعيد بكم جدا وبتابعكم كلكم، أحمد حرقان وإسماعيل وأنت طبعا يا أخ جان، دايما بشوف حلقاتك، وفي برضو شاب مسيحي كان مسيحي جورج، بحب حلقاته جدا، اسلوبه جميل جدا جدا، يعني انا رائع هو فعلا، واخد بالك، وانا فخور جدا بيهم وبحييهم وبقول المزيد احنا هنوصل للي احنا عاوزينه، وهنوصل للناس فكر الالحاد والايمان بالعلم وفهم العلم والتخلص من الخرافات، بس احنا نفضل زي ما احنا كده، ما نضعفش وما يهزناش، واتمنى للجميع السلامه من اي اذى ممكن يسببه التطرف الديني، اتمنى للجميع السلامه وان الجميع يكون بخير، خصوصا احمد حرقان في مصر، دايما ببقى متوجس عليه وخايف عليه، لان هو جريء ومقدام وشجاع ومؤمن بالقضيه، فاتمنى ليه دايما السلامه، واتمنى دايما حتى دايما لما يختفي يوم ولا حاجه على الفيسبوك ادور اشوف احمد ايه ماله، احمد فاهم عايز اعرف. وغير الملحدين احب اقول لهم one day my friend، يعني انت دلوقتي استبرد او انت دلوقتي منشف دماغك، في يوم هيجي من الايام سواء انت او ابنك او ابنك هيعرف الحقيقه، والموضوع ده لن يطول، والامه امه الاسلام في 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 في, في انهيار مش في تقدم، تنزل لتحت، واخد بالك، فلن يستمر الموضوع طويلا، يعني فبدعوك للالحاد وبدعوك للتأمل في طبيعة الكون وازاي الكون ده نشأ، وتقرا في العلم وتعرف جه منين الموضوع ده، جه منين، والإنسان اللي على الأرض ده بقى له قد إيه،
وازاي العلم بيختلف عن الدين. حاول تقرا وحاول تعرف اوقات فراغك، خش على النت وشوف فيديوهات لعلماء واقرا النظريات واعرف، حاول تثقف نفسك. ما بقولكش تعالى بكره اقول انا ملحد، لا، لو انت عندك شكوك، لو انت حاسس، لو انت بين الاه وبين اللا، زيد نفسك من المعرفه، حط بنزين في التانك، اقرا، اسمع شيء فيديو، اسمع مناظره، اسمع العظيم اسمه ايه، عالم البيولوجي ريتشارد داكنز. داكنز يا على مناظرات ريتشارد داكنز، ايه الروعه دي، ايه الروعه دي، راجل رائع. يعني انا بستمتع بمشاهده مناظراته مع المؤمنين. اقرا واعرف، خد خليك على موقف حيادي واسمع الطرفين، شوف اي طرف منطقي، اي كلام منطقي، اي كلام يخش العقل، واخد بالك. فده اللي انا اقدر اقوله يعني وانا متشكر ان انت استضفتني معاك في برنامجك الجميل دوت، وانا فخور بيك وسعيد بيك جدا ومعرفتك، واتمنى دايما ان احنا نكون على تواصل، وان احنا نحاول نوصل الحقيقه للناس، ونشوف دولنا العربيه وبلادنا العربيه ديت في تقدم وفي حضاره، والعلم هو اللي سايد، وتخلص من الخرافات دي، ما بقاش فيه خرافات، ونقول يا شوف جده كان مسلم، يا روح المتحف ده تشوف المصحف هناك، او تقرا لك حديث من الاحاديث ولا حاجه في المتحف ده، عايزها تبقى كده، وتنتهي بقى المشاكل والصراعات. لا، عايز اقوله حاجه، محمد بسرعه يعني، محمد قبل ما يموت، خد راحتك، مو بسرعه، خد راحتك. ماشي، محمد هو على فراش الموت طلب من الكلام ده برضو من كتب التراث بتاعتكم، احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا، نايم على فراش عائشه وبيطلع في الروح، فطلب من عمر، قال له هات لي ورقه وقلم اكتب الوصيه بتاعتي، فعمر رفض، قال ما تجيبوش حاجه، انه ايه، يهاجر، بيموت يعني، واخد بالك، ورفض عمر ان هو يكتب وصيته، ودي برضو وراها لغز وعلامه استفهام، عايزين نعرف ليه. طبعا لما مات سابوه 3 ايام، واخد بالك، في سرير عائشه، لما رحتوا طلعت وراحوا يتخانقوا عند مجلس بني سقيف عشان يشوفوا مين اللي هيمسك الخلافه. يعني انت يا محمد اتكلمت في الخراء، واتكلمت في الجماعه، واتكلمت في السواك، وما خليتش اصغر الصغائر ازاي تنظف من صوابع رجليك، اتكلمت فيها ازاي تنظف من صوابع رجليك، يعني انت ما خليتش حاجه. كان صعب عليك ان انت تدي له واحد ايه، زي ما انت كل شويه تدي له واحد ايه، زينب بنت جحش لما حبيت تتجوزها رحت تصرفها واحد ايه، رحت متجوزها بنت ابنك بالتبني، كنت تدي له واحد ايه وقول لهم يا جماعه اللي هيمسك الخلافه ابو بكر، اللي هيمسك الخلافه علي، وكانت القصه دي انتهت. احنا بقى لنا 1400 سنه مسلم بيموت في شيعي، وشيعي بيموت في مسلم، علشان انت نسيت تظرف الايه الاخيره، او ما اعرفش الوحي ما جالكش، او ايه ظروفك ساعتها مش عارف، بس احنا كنا محتاجين وان مور ايه يدينجف. بس طب شكرا لك يا بقى. على كل حال هو ما كان يهمه يعني بعد موته شو بده يصير، وكان هم يعني المهم عنده يكون زعيم، وزعيم دولة، وساوى اللي بده اياه للاسف. شكرا كثير اخي احمد لك ولوقتك، وراح طبعا راح ننسق لحلقه ثانيه بشان موضوع الاسلام المدني. اكيد لي الشرف، اكيد الشرف لنا كمان. وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، وانا بتمنى يعني مثل ما هلا حكى الاخ احمد انه يا جماعه نحن ندعوكم للقراءه، يعني خصوصا المسلمين اللي يهاجم وشتم، يا اخي قبل ما تشتم روح اقرا، يعني هل من المعقول يدخل مخك انه في حمار بطير؟ فاقرأوا تعلموا، اقرأوا بالفيزياء، اقرأوا بالعلوم الفلكيه، بالعلوم الكونيه، بهالمسائل هي، مو تقرا لي والله رياض صالحي وتقول لي والله انا قارئ، وما هالخرافات هي حاجه خلينا نساوي، خلينا نغير طريقه تفكيرنا، خلي يكون تفكيرنا علمي، 1+1=2، بعمره 1+1 ما يساوي 3، يعني خلونا نفكر فيها. وشكرا لكم، ونلتقيكم في حلقة قادمة، وشكرا لك مرة ثانية أخي أحمد. شكرا جدا، مع السلامة. مع السلامة.